مساء الخير، انا ابانوب ابراهيم، استشاري عقاري من شركه ريل سبيس. على اخر واميس قطعه ارض بمنطقه الار 7 في العاصمه الاداريه الجديده، قررت شركه دبي طرح مشروعها الجديد في اعلى ربوه في المنطقه وبالقرب من 3 جامعات و3 مدارس انترناشونال، مشروع لوميا ريزيدنس. مشروع الحقيقه شركه دبي جديد على مساحه 37 فدان ومن تصميم المهندس محمد طلعه. داخل الكومباوند فيه كتير من الخدمات اللي حضرتك محتاجها كعميل. اولا في بيزنس سنتر، مول خدمي للمشروع، كلاب هاوس، في اندر جراوند باركينج بمساحة المشروع كتوتل. المشروع الحقيقه فيه تنوع كبير قوي من المساحات، ممكن تبدا معانا من اول غرفتين بمساحه 115 متر ولحد 4 غرف مساحتها ممكن تبدا من 195 متر. ده غير البنت هاوس والدوبلكس الار دي ومعاه جاردن كمان للناس اللي دايما بتفضل المساحات الكبيره. وعشان شركة دبي تقدر تحقق المعادلة وترضي كل الأذواق، فهي خصصت زون كاملة هتتسلم بالتشطيب كامل بالتكييفات، ودي سعر المتر المحتمل فيها هيبدأ من أول 28,000 للمتر، وهيكون في زون تانية دي هتتسلم نص تشطيب، والحقيقة دي سعر المتر هيبدأ فيها بحوالي 20,000. دي الحقيقة أسعار تنافسية جدا في منطقة الار 7 بالنسبة للبروجكت في اللوكيشن وفي الموقع ده. أنظمة السداد كمان هتبدأ معانا بداية من 10% كمقدم، وفترات التقسيط هتوصل لحد 8 سنين. لو محتاجين تعرفوا اي تفاصيل اكتر تقدروا تكلمونا على الارقام اللي موجوده، وفريق مبيعات ريل سبيس هيجاوب على كل استفساراتكم. شكرا.